لك ايه يا عم مأمون؟ انت صايم على الكلام ولا ايه؟ راحت اجلك طويتها الموجة العالية وخدتها معاها بعيد بعيد قوي. انا عارف انك كنت متعلق بيها كما لو كانت بنتك، لكن هنعمل ايه؟ ادي الله ودي حكمته. كانت بتخطر على المرسح زي الفراشة، فراشة بتنحب بيك يرفرفوا في قلب كل اللي يشوف. الفراش عمره قصير يا عم مأمون. كل الفراش بيتحرق في النور اللي هي كانت بتعوم في النور. يحضنها ويدوبوا في بعض وتتولد من جديد. وبعدين يا عم مأمون ما بلاش الكلام اللي يوجع القلب ده. قلبك اتوجع عشانها؟ طبعا يا مأمون، دي سعاد سليم. ما انا عملت كده ليه؟ عملت ايه يا مأمون؟ تعرف اللي انت عملته؟ لا، كل التخريب بتاعتك دي. خليك في البيت البيضة اللي جننتك وابعد عني. وجننتيني، جننتيني يا بنت أبيضة. وبعدين يا أدري، وبعدين ايه آخرة الدموع دي؟ بنتي يا أميرة، مش قادرة أقولك إن ربنا انتقاملك منها، لأن دي هتبقى شماتة وأنا مش شمتانة في صعيد. بالعكس، يمكن تستغربي لو قلتلك إني زعلت عليها. ولا أنا شمتانة فيها يا أميرة، لكن أبقى كذابة لو قلتلك إني زعلان عشانها. أنا فاهمة يا أدري، فاهمة. لكن سعاد راحت من غير ما تواجهيها ولا تسأليها. مش جايز كان عندها سبب أو مبرر أو أنا فاهمة يا أدري إنه طبعاً مفيش أي مبرر لتصرفها ده، لكن مش عارفة أقولك إيه. قصدي يعني إني بيتهيألي إنه من حق أي إنسان في الدنيا إنه يدافع عن نفسه قبل ما نحكم عليه. كل ده دلوقتي مش مهم يا أميرة، لأن سعاد خلاص بقت بعيد عن حكم البشر، ويمكن بعدها ده نوع من التكفير، لأنها خلاص مش هتقدر تقف قدام حد ولا تحرم حد من فرصته. بالعكس، اللي ما قدروش يتحركوا في وجودها يقدروا يتحركوا دلوقتي زي ما هم عايزين، يقدروا يطيروا لو حب. حتى أدري اللي كان ساب الفرقة ومشي أهو رجع تاني، ومن ساعتها هو قاعد مع فايز وفارس وسامح. انا متاكد انهم بيتكتكوا عشان يفرضوا سيطرتهم على الفرقه، ومفيش حد يقدر يمنعهم. هي الفرقه ايه يا حلمي؟ غنيمه هنتخانق عليها؟ دي مسؤوليه وخساره ماديه كمان. فلوس سعاد اللي في البنك محدش هيقدر يصرفها، والعرض الجديد محتاج لمصاريف. مين اللي هيدفعها؟ انا عندي ممول مستعد يدفع لنا كل التكاليف نظير 65% من الايراد، وانا مستعد ادخل شريك في تمويل العرض. يعني مفيش مشكله تمويل ونقدر نشتغل. الحقيقه يا جماعه انا مش عارفه اشكركم ازاي. دي فرقتنا ولازم تفضل واقفه على رجليها. بس الحقيقه الممول ده له شروط.
شروط؟ شروط ايه؟ لا لا، دي شروط عادية من حقه عشان يضمن فلوسه. هي في الحقيقة ما تعتبرش شروط، لانها وجيهة وما فيهاش اي تعسف. يعني مثلا هو عاوز رواية من تأليف مؤلف معروف عشان يضمن مستواها. وطبعا حضرتك المؤلف المعروف. دي حاجة، كمان أبطال المسرحية لازم يكونوا من نجوم المعروفين اللي هم جمهور. والشرط الأخير إنه يتعمل عقد الشركة يديله الحق في تعيين مدير للفرقة. رأيك إيه في الكلام ده يا أستاذ فارس؟ الحقيقة أنا ما كنتش نواجي ولا كنت حتى ناوي أشتغل، لكن وجبة ناحية سعاد بيفرض علي أكون مكانها وأشوف الأمور بعينيها، وأنا دلوقتي بنصحك تقبل العرض ده. بكرة هجتمع مع الزملاء كلهم وهعرض عليهم المسألة دي ونبقى ناخد قرارنا سوا. ست نوها، ست نوها، في واحد أفندي مستني حضرتك في مكتب الست سعاد. واحد؟ مين ده يا جاد؟ أنا سيرته، بصلي بالفول تحت كده وضحك وقال لي اجري انده ليه. غريبة. طب انا رايح اشوف ايه الحكاية. مين حضرتك؟ سمير طلعت، المباحث الجنائية. أهلا وسهلا، في أخبار جديدة عن الحادثة؟ تقصدي اختفاء سعاد هانم؟ للأسف لسه، بس أنا خلاص استلمت القضية من البوليس والمفروض إني أحل اللغز ده لو ساعدتوني. طبعا إحنا تحت أمرك في أي معاملة تطلبها، المهم تعرفوا مين اللي ارتكب الجريمة البشعة دي. عشان نوصل للمجرم لازم نوصل الأول للضحية، وعشان نوصل للضحية لازم نوصل الأول للمجرم. مشكلة أو فزورة بمعنى أصح، لكن اطمني يا أنسة نهى هتتحل، أنا هنا عشان كده. دلوقت؟ لا طبعا، المسألة يمكن تحتاج أيام أسابيع، بس تأكدي إنها هتتحل. طب وإيه اللي مطلوب مني بالظبط؟ الزميل ضابط البوليس اللي تولى التحقيق المبدئي عمل كل الإجراءات الروتينية، الأسئلة، التحريات المبدئية، يعني وفر عليا الاستجوابات اللي كان ممكن أزعجكم بيها. وبصراحة أنا هنا عشان أراقب من بعيد لبعيد وأدور على أي خيط من غير ما حد غيرك أنت يعرف أنا هنا ليه. أيوة، بس هقول لهم إيه؟ ليلهم أني جاي عشان أحرسهم، أحميهم من أي محاولة ممكن يقوم بيها المجرم اللي ضرب الست سعاد بالرصاص، وأظن ده مبرر معقول. أنا هنا، مين بينادي عليا؟ في حد نادي علي. اسمك إيه؟ أنا جابر خليل إبراهيم الشهير بجابر شبار. نتفق من دلوقتي يا أبو الجوابر. تحت أمرك سعادة البيه. اللي سمعته ده نسيته تمام، فاهم؟ نسيته ولا فاكر منه ولا كلمه بيه. طب استناني بره بقى يا جابر، عايز ادردش معاك شويه. مش انت اللي اكتشفت الجريمه يا جابر؟ محسوبك يا بيه. اتفضل يا جابر. ها، اتفقنا يا انسه نهى؟ اتفقنا يا حضره الضابط. ما
ماله الواد جابر؟ بيجري كده ليه؟ مش عارف، زي ما يكون هربان من حاجة أو عاوز يلحق حاجة. شفته بيتلفت وراه ازاي؟ كرش عمل عاملة. هيعمل ايه يعني؟ جات لي فكرة في دماغي دلوقتي. مين كان مع الست سعاد في اوضتها لما انضربت؟ هو جاب. قصدك يا سمارة؟ ما هو ربنا عارفه بالعقل. راجل تقلاه جابر ده، واد غلبان زي حالاتنا، ايه اللي هيجرأه على عاملة زي دي؟ الفلوس طبعا. ما هو البوليس لما جه وفتش اوضة الست سعاد ما لقاش ولا مليين، مع اننا كنا عارفين ان الست سعاد بتحط فلوس في المكتب. ده صحيح. لا افتكرت، ويوم الحادثه بالذات كانت جايبه فلوس من البنك. ايوه مظبوط، انا سمعتها نازله بالعربيه وبتقول للسواق انهم لحقوا معاد البنك بالعافيه. ها جالك كلامي؟ وانا نسيت الحكايه دي خالص، وما جبت السيرتها ساعه البوليس ما سالني. وجابر جنبها على طول ومية المية شافها وهي بتحط الفلوس في المكتب. يا نهار اخبر. وعد يا سمارة، انت برجلت دماغي. لك لا، انا بعد ظني اسم. بقولك ايه، انسى الموضوع ده خالص وتعالى بينا نشوف الباشمهندس سامح. يلا. أنا أفهم إن الحراسة تكون عسكري ولا اتنين يقفوا عند باب المسرح، لكن ضابط ومباحث كمان؟ يا سيدي دي إجراءات البوليس، ملناش دعوة بيها. ملناش دعوة إزاي؟ حضرون يعرف إيه الحكاية بالظبط؟ ألا وأنت مخضوض ليه كده؟ يمكن خايف. قصدك إيه يا فارس؟ وهخاف من إيه؟ خوف مش عيب يا فايز، أنا شخصياً خايف. اللي يخاف يبقى عامل عاملة. جرى إيه يا جماعة؟ وده وقت خناق؟ احنا عايزين نتناقش في اللي هنعمله بكرة. هنعمل ايه؟ ست نهى هتجمع الفرقة وتعرض عليهم شروطنا. لازم يكون حاضرين وما يكونش في حد من بره الفرقة، خصوصا الولد اللي اسمه عادل ده. الحقيقة عزة موقفك ده غريب ومش مفهوم. معلش، ايه يعني موقف كمان مش مفهوم؟ ما انا طول عمري بفكر لوحدي، كنتوا دايما تبصولي على اني لغز. ده يمكن لاننا ما كناش بنتناقش او ما بنحاولش نفصل مواقفنا لبعض. المره دي بالذات الامور كلها واضحه ومش محتاجه لاي قرار تتخذيه لوحدك. بالعكس، القرار دوت يخصني لوحدي. في النهايه ما حدش هيقدر يمنعك، لكن من حقي اوضح لك الغلط اللي بنيتي عليه قرارك ده. انتي متصوره ان المشكله كلها في جوازك من سامي، وده غلط. بابا حكى قدامك الحكايه القديمه وعرفت ان المشكله بينهم من زمان، ملهاش اي صله بحكايتك. حتى لو كان ده صحيح، يبقوا محتاجين دلوقتي للي يقرب بينهم. ماما بالذات متصوره ان سامي نسخه تانيه من بابا، عشان كده رفضاه. واذا انا اصريت عليه واتجوزته، هتحس ان بابا انتصر عليها ونفذ ارادته للمره التانيه، وده هيبعدها عنه اكتر. ده تصور بعيد، مافتكرش ابدا انه يكون صحيح. ومع ذلك يا ستي، ما انا عندي الوسيله اللي هترجعهم لبعض من غير ما تضحي انت بسعادتك. ارجوكي ممكن تسيبينا نتصرف. هتعمل ايه بس؟ هتكتب لهم مسرحيه؟ ليه لا؟ انت بتسخري مني عشان متصوره ان الفن ده طرف ولعب. مش قادره تفهمي ابدا انه ممكن يغير الناس ويخليهم يواجهوا نفسهم بصراحه. طب بس دي ما كانتش كلمه قلتها. الو؟ ايوه يا فندم موجود. نقول له مين؟ طب ثانيه واحده. لا الو. اهلا يا نور، ازيك؟ لا ابدا ابدا. اجتماع بكره؟ لا معلش، عارفين انا مفيش داعي. انت بقيت واحد مننا يا عادل، عضو في الفرقه، وانا محتاجه لك بكره. خلاص اتفقنا؟ متشكره، بس اوعى تتاخر. تصبح على خير. باين عليه جدع طيب وابن حلال يا بنتي. اوي يا دادا. تعرفي يا دادا،
عارفه ايه اللي مضايقني دلوقتي؟ انها ما كانتش فاهماه كويس وكانت متحامله عليه من غير سبب. لا يا بنتي، كان فيه سبب. سبب ايه هو يا دادا؟ قوليلي. كانت الله يرحمها مش عاوزاك تتسرعي وتحبي اول واحد يخبط على بابك علشان ما تتعذبيش زيها. ما تعذبش زيها؟ تقصدي ايه؟ هي ما كانتش سعيده مع بابا؟ سعيده هي يا حسره لحقت تتهنى، دي بعد ما اتجوزته بسنه واحده بس اكتشفت المصيبه اللي وقعت فيها. مصيبه؟ كلام ايه ده يا دادا؟ لما اقول لك يا بنتي هتفهمي. سعاد كانت لسه صغيره، يا دوبك ممثله ناشئه، قابلته سحرها بشبابه وظرفه، حبته بجنون واتجوزها، وبعد اسبوع واحد من جوازها بدا يظهر على حقيقته، وحش في صوره بني ادم، ضرب واهانه وشتيمه وحبس في البيت وغيره ملهاش حدود، لدرجه انه منعها انها تمثل. ودي الحاجه الوحيده يا بنتي اللي ما كانتش تقدر عليها ابدا، عملت المستحيل علشان تخليه يطلقها لغايه ما وافق. ويوم ما اداها ورقتها اكتشفت انها حامل، اترعبت يا بنتي، خافت لا يعرف ويرجع يردها تاني او ياخد منها بنتها، خافت الخبر عن الناس كلها حتى بعد ما اشتهرت وربنا فتح عليها. في الوقت ده كان هو خسر تجارته وانحدر به الحال، لكن هي ما نسيتوش يا بنتي، بقت تبعت له شهرية محترمة عن طريق جلجل علشان كان بينه وبين شفيق قرابة من بعيد، وفضلت مخبية الحكاية حتى عنك. طب وتخبي عني ليه؟ كانت خايفة يا بنتي لا تصممي تدوري على ابوكي ويرجع يدخل حياتها عن طريقك، وكمان الله يرحمه زي ما قلتلك كانت حالته صعبة قوي، لدرجة انه اشتغل عامل في المحل اللي كان بيملكه زمان. عشان كده حكمت عليا اتحرم من ابوي في الوقت نفسه، حرمتني منها. يا ما قلت لها يا بنتي الانسان بعمله مش باصله، يا ما حاولت معاها علشان تقولك، لكن ابدا. كان متهيأ لها ان الحكايه هتفضل مستخبيه، لكن لا يا بنتي مفيش حاجه بتستخبى، لابد من يوم والمستخبي يبان. ايوه يا دادا مفيش حاجه بتستخبى دلوقتي، بس فهمت ليك ان بتقولي الفن الوحيد اللي بقيلي، لان الفن هو اللي مش ممكن يعايرك ولا يقولك انت بنت مين. ده الوضع بتاعنا، وده العرض المعروض علينا، ودي الشروط اللي مطلوب مننا نوافق عليها، ودلوقتي عايزين ناخد قرار. مؤامرة؟ دي مؤامرة مدبرة عشان السيطرة على الفرقة. احنا بنرفض اول شرط لاننا متمسكين بالرواية الجديدة بتاعت الاستاذ عادل. ايوه مش هنعمل غيرها، الرواية دي هي الفرصة الحقيقية قدامنا كلنا. مش ممكن نرجع تاني للروايات التفصيل، وانا وعمال المرصح كلهم مع رواية جديدة، ومش هنشتغل في رواية تانية. الرواية دي اختارتها الست سعاد ومش ممكن نكسر كلامها. وانا بقول نفس الرأي، مش فاضل غير عم مأمون. وانا معاك يا نو. يبقى كده 10 رافضين الشروط واربعه موافقين عليها، اظن كده يبقى القرار واضح. دي بقى هي المؤامره الحقيقيه، واحنا كده فهمنا ليه سعاد اتقتلت، عشان تزحوها عن الطريق يخلالكوا الجو تعملوا انتوا عايزينه وتخربوا الفرقه. اذا كان في حد من الفرقه له صله باللي حصل لسعاد سليم يبقى منكم انتم، انتوا اللي اتخانقتوا معاها، انتوا اللي هددتوها. هرجوكم احنا جينا ناخد قرار وخدناه، بس كده هتفلسوا، مش هتلاقوا حد يصرف على مسرحيه واحده. طبعا، لان الممول اللي انا جايبه مش هيوافق على المهزله دي، جايبين لنا ولد مبتدئ يكتب مسرح. يا ريت يا استاذ ادري
تحضر معانا بروفات الرواية عشان تفيدني بنصايحك وتوجيهاتك. اللي خايفين علينا المفلس ما يخافوش. احنا كلنا كل ممثل في الفرقة هيصرف على العرض الجديد، هيستلف، هيبيع هدومه، هيشحن. المهم ننفذ المسرحية الجديدة. كده ولا ايه يا جماعة؟ طبعا طبعا بإذن الله. مين؟ مين؟ سعادة البي؟ رايح فين يا جابر؟ أبدا، أنا مروح. قبل الاجتماع ما يخلص؟ ما أنا خلاص قلت الرأي وخلاص. ولا عايز تهرب مني زي امبارح؟ أهرب؟ أهرب ليه بيه؟ مش عايز تواجهني؟ خايف مني؟ أخاف منك. أخاف منك ليه بيه؟ عشان عارف ان انا عارف. عارف؟ عارف ايه؟ ازاي قتلت سعاد وفين خبيت جثتها؟ انا قتلت الست سعاد. محدش غيرك كان عنده الفرصة. انت الوحيد اللي فضلت معاها لاخر لحظة، وكنت اخر واحد يشوفها. بعد ما حصلت الحادثة، لما نوها اغمى عليها وراح عادل مع مسعد وسمارة عشان يروحوها، فضلت لوحدك في المكتب. كان عندك فرصة تشيل الجثة وتخفيها. يا بيه، وده معمولة بيه؟ أنا قتلت الست سعاد. طب لو كنت أنا اللي قتلت الست سعاد، إيه اللي خلاني أصرخ ولم الناس؟ ما كنت خفيت جثتها كده من سكات في ساعتها. اعتراض وجيه، لكن مش جايز خفت حد يطب عليك فجأة، فحبيت تضمن إن محدش يفاجئك، واعتمدت على فرصة تجيلك وهم ملخومين بنقع. وانا كنت بقى بنجم بيه ولا بشم على ظهر ايدي عشان اعرف ان ست نوع هيغمى عليها ويشيلوها ويتلخموا فيها وافضل انا لوحدي. انت ذكي يا جابر، وذكائك ده هو اللي مخليني اشك فيك. يا بيه، انا لا ذكي ولا نيله، انا راجل غلبان وعلى قد حالي. بس ما تاخذنيش في دي الكلمه لما تتهمني تهمه زي دي. ليه لازم ادافع عن نفسي؟ هلقت الست سعاد قال، وده معقول؟ طب هقتلها ليه؟ عشان الفلوس يا جابر. فلوس؟ فلوس ايه بيه؟ الفلوس اللي صرفتها من البنك يوم الحادثه، اللي شفتها وهي بتحطهم في المكتب. انا ما خدتش فلوس ولا حطيت ايدي على فلوس. مفيش حاجه بتستخبى يا جابر، احسن لك تتكلم. اتكلم؟ اتكلم اقول يا بيه، انا قتلت الست سعاد واصرف فلوسها ليه؟ ما هو اجرم انا ولا حرامي؟ لا بيه، لا، انا مش عليم الاصل. انا ممكن جايز اكون فقير، لكن كله اللي قادر. على كل حال الجثة هتظهر، ان ما كانش النهاردة هيكون بكرة. الحاجات دي ما بتفضلش مستخبية، وساعتها هيكون حساب المجرم عسير. ربنا شايف وعارف. امشي انا بقى بيه ولا سيادتك عايزني في حاجة تاني؟ لا، تقدر تمشي يا جابر. هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة. احنا قلنا لهم شروط ورفضوها. مش هيقدروا يعملوا الرواية الجديدة، مفيش معاهم فلوس. طب افرض تصرفوا ولا اتصلوا بممول تاني؟ مفيش ممول هيرمي فلوسه على فرقة ما فيهاش سعاد ورواية كاتبها واحد مبتدئ. دلوقتي يلوصوا ويضربوا لخمة. لا، المسألة محتاجة لتفكير. هما شوية عيال صحيح، لكن لازم نعمل حساب لأي احتمال. كل اللي حوشته هحطه تحت تصرف الفرقة. صحيح 1000 جنيه مبلغ مش كبير، لكن للأسف ما عنديش غيرهم. أنا عندي 2000 جنيه في البنك، كنت شايلهم عشان بنتي. دلوقتي خلاص معايا 100 جنيه، خدوه ولما اموت اشتروا لي كافي. عم مأمون، هما ال 100 جنيه هيقدموا ولا هيأخروا؟ كل واحد فينا لازم يعمل حاجة يا جلجل. احنا بقى انا واميرة يعني مش محوشين حاجة، لكن هنقدم مجهودنا، هنشتغل بدون مقابل لغاية الفرقة ما تقف على رجليها. انا طبعا موافقة يا جماعة، لكن برفض ان الاستاذ باهر يتكلم بالنيابة عني.
ترى ايه يا اميره؟ باهر واحد مننا؟ بعد ايه؟ بعد سعاد ما راحت؟ بعد ما فشل مشروعه الكبير في انه يبقى صاحب فرقه؟ خلي قلبك كبير يا اميره، تنسيش ان كل واحد مننا معرض انه يغلط وانه انا مش بحكم على باهر، هو حر. انا بس مش عايزه حد يتصور ان انا وهو بنتكلم بلسان واحد. اميره عندها حق يا حلو، انا اسف. اميره تقدر تقولي رايك بلسانك من غير تاثير من اي حد. كل اللي تتفقوا عليه انا موافقه عليه يا حلمي. القلب يا ابني زي الازاز، اذا اتشرخ مش ممكن يرجع زي الاول. ممكن تداري الشرخ بورقه لكن مش ممكن تمحيه خالص، لازم يبان. اميره. افندم. ممكن اتكلم معاكي من غير ما تلبسي القناع؟ انا ما بلبسش اقناع، لكن بقول لك مقدما اني مش عايزه اتكلم معاك. ما تتكلميش، سيبيني انا اتكلم. مش هقدر امنعك من انك تتكلم، لكن انا مش عايزه اسمعك. اميره، انا مش هدافع عن نفسي، مش هقولك اني غلطت وفقت وعرفت غلطتي، ولا هقولك ان سعاد سليم ضحكت عليا وما صابت لي فخ وقعت فيه. الكلام بعد سعاد ما ماتت سهل. انا هقولك حاجتين اتنين بس. الحاجه الاولى اني قررت افسخ خطوبتي لسعاد بمجرد ما عرفت حكايه ادريه وبنتها. الحاجه التانيه اني افتكرت لما وافقت اخطب سعاد ان ده تعويض ليا عنك، خصوصا لما عرفت انك رحت لسامح طلبت مني اتجوزك. كانش في قدامي دليل اقوى من كده على انك اخترتيه وفضلتيه عليا. خلاص كملت كلامك؟ ايوه، وما عنديش على اللي قلت دوت دليل غير حاجه واحده بس، انك عارفاني كويس وعارفه انه ممكن يكون في عيوب الدنيا دي كلها الا الكذب. ادي كل اللي معايا، 65 جنيه، كنت ناوي اجيب بيهم حتة صيغة لام العيال. واللي معايا 50 جنيه اول عن اخر، جمعية قبضتها الشهر اللي فات وكنت ناوي اكمل عليها نهايته تتدبر لو حكمت نبيع هدومنا عشان المرصح نبيعها. بس دول هيعملوا ايه؟ اهم يسدوا ركن برضه. خد لم دول على دول واديهم للست نهى. انا بقول لو كنا نفكر في صرف احسن. صرفت ايه بس يا ابو سعود؟ هروح نستلف منين؟ وافرض لقينا اللي هيسلفنا، هيسلفنا كام يعني؟ ومع كل زمان الجماعه لموا اللي معاهم، والفلوس دي على الفلوس دي وهي تتدبر. يا سماره، ده العرض هيتكلف كتير قوي. ده الديكورات لوحدها هتتكلف شيء وشويات. الباشمهندس سامح مصمم يجيب اخشاب جديده، قال ايه اللي عندنا ما تنفعش، مع اني بس لقيتها. هي ايه؟ الصرفه اللي بقول لك عليها. انا اقدر اوفر على الفرقه تكاليف الديكور الجديد كلها. طب مش تفهمني الاول؟ غريبه، معقوله الكلام ده؟ ايه يا نهى، خير؟ ده اشعار من البنك جاي لماما، تاني جواب. قبل كده جالها جواب من البنك التاني، اصلها كانت شايله فلوسها في بنكين، الاولاني بعت يقول ان الحساب كله اتقفل بعد ما سحبته كله. تصور يا عادل، 25,000 جنيه في يوم واحد في نفس يوم الحادثه. 25,000 جنيه؟ طب راحوا فين دول؟ مش عارفه، اكيد كانوا معاها في المسرح لانها ما رجعتش البيت بعد ما خرجت الصبح،
المكتب اتفتش ومفيش ولا مليم. غريبة. والبنك التاني؟ نفس الحكاية، 10,000 جنيه. بس دي أغرب، اقرا تاريخ السحب كده. 15/7، مش فاهم. الحادثة حصلت يوم 14. أيوة صحيح. طب إزاي؟ يلا بينا. على فين؟ نروح له، لازم نقول له. يلا. دي معلومة خطيرة فعلا، جايز تفسر لنا حاجات كتير. المهم نعرف مين اللي صرف المبلغ ده. الساعة 11:30، هلحق معاد البنك. عن إذنكم، مع السلامة. بيتهيألي إن الضابط سمير شك في تزوير الشيك. قوليلي، انتوا لقيتوا دفتر الشيكات بتاعها؟ لا. يبقى احتمال التزوير كبير. تقصد ان اللي عملها سرق دفتر الشيكات وزور الشيك باسمه وصرفه؟ ايوه، اكيد هو نفسه اللي سرق 25,000 جنيه. ده شغلي انا، انا اللي اقول نجيب ايه ونعمل ايه، انت عليك تدق وتركب بس، فاهم؟ يا باش مهندس، الفرقه في ازمه، مفيش فلوس، وعندنا في المخزن اللي في مصر اللي حضرتك طالبه كنا هنعمل اوبريت، والهانم الله يرحمها اجلته، والدكور لسه بشوكه، يا دوبك نعمل فيه شويه تعديلات بسيطه ويبقى هو، مش ناقصه حاجه. برضه مش شغلك. لا بقى، ده شغلي وشغلي، وانا هقول للست نهى وهي تتصرف. اسمع، انت لو عملت كده تاني مره مش هتشتغل معايا. انا العامل اللي اشتغل معايا ما يعدلش عليا ولا يروح يشتكيلي. انا سمحتك بس المره اللي فاتت لما سعاد تدخلت وبعتتك علشان تعتذر لي، لكن المره دي انا مش هسامحك ولو ايدك. وبطل النفخه اللي انت فيها دي، ولا بشتغل عندك ولا بشتغل عندك. السحامي اللي فيها بتاع مش عارف ايه يا عم، روح. ايوه يا مسعد، في حاجه؟ في حاجات يا ست نهى. الباشمهندس سامح مصمم يشتري اخشاب جديده ويكلف الفرقه ألوفات، وبقول له عندنا في المخزن اللي في مصر اللي احنا عايزينه، طلع فيا وبهدلني. قلبه مش على الفرقه يا ست نهى. معلش يا مسعد، هنبقى نشوف المساله دي بعدين، وارجوكم بلاش مشاكل دلوقتي، نستنى لما المسرحيه تتعمل الاول وبعدين نتصرف. امرك يا ست نهى. انا بس عايزك تعرفي ان احنا مش محتاجين له في حاجه. انا مستعد انفذ الروايه الجديده على احسن ما يكون، بس اديني الفرصه وانت تشوفي. ايوه يا مسعد، بس ليه؟ لا يا نهى، الروايه دي فرصه لينا كلنا، للي كتبها واللي هيمثلوها والفنيين اللي هينفذوها. الفرصه واحده، ولو خفنا منها يبقى مش هننجح. هو ده الكلام. سلم لسانك يا استاذ عادل. انا ما عنديش مانع، بس سامح لغايه دلوقتي واحد مننا، وما نقدرش نتخلى عنه الا لو سابنا هو. ماشي، انا بس حبيت اقول لحضرتك يوم ما تحتاج رجاله احنا موجودين. انا عارفه يا مسعد، ومتشكره قوي. العفو يا ست نهى، عن اذنكم. مع السلامه يا مسعد. شفت يا عادل؟ شفت الحماس؟ عشان تعرفي ان الفنانين اللي في الفرقه هم الثروه الحقيقيه اللي سابتها سعاد سليم. ده حقيقي، الفلوس مش مهمه، مش مهمه ابدا. نهى، ايه ده؟ ده الشيك اللي ادتهولي سعاد هانم قبلك، تمن المسرحيه بتاعتي. انا طبعا مش برجعه عشان عرفت ان مفيش فلوس في البنك. انا من الاول ما كنتش ناوي اصرفه، الا لما المسرحيه بتاعتي تنجح احس ان انا عملت حاجه ليها قيمه. دلوقتي حسيت ان انا خلاص واحد منكم، وزي ما انتوا واقفين جنب بعض انا كمان لازم اقف جنبكم. ارجوك يا عادل، احتفظ بيه دلوقتي، لو تعتبره تذكار من الفنانة الكبيرة اللي اديتهولك. عندك حق، عشان كده بس انا هحتفظ بيه. ما قلت ليش خلصت الفصل التالت؟ انا كنت خلصت فعلا، بس بغير نهاية المسرحية. هلوم يا ستي، ان شاء الله كلها يومين وحيكون عندكم. ما شفتوش الجدع اللي اسمه جابر؟ لا، ماله؟ هو اللي صرف الشيك. Thank you.